السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا وذكرنا. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا هذه العشر التي هي من أفضل الليالي، بل أفضل الليالي عند الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 19 من شهر رمضان سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو لسنة 19 و2000 في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق، ومع الآية 34 من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. القوامة وهي الحكم والسيادة والرئاسة، جعلها الله تبارك وتعالى للرجال على النساء، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذا التفضيل من الله تبارك وتعالى حق له جل وفي علاه، يفضل ما شاء على ما شاء جل وعلا، ومن شاء على من شاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أو قبل أن أذكر هذا الحديث أطرح لكم مسألة: لو أن إنسانا الآن منكم اسم إبراهيم، الآن لو أن الأخ إبراهيم الآن كان يمشي فرأى فقيرا فأعطاه 10 دنانير، ماذا يقول له الفقير؟ جزاك الله خير، كثر الله مالك، ويدعو له مثلا. طيب، ثم لقي فقيرا آخر بجانب فأعطاه 10 دنانير، أيضا نقول جزاك الله خير. الآن إبراهيم بالنسبة للفقيرين محسن أو غير محسن؟ محسن. طيب، لقي فقيرا ثالث أعطاه 20 دينارا، أعطاه 20 دينار. الآن الأول والثاني جاءوا لإبراهيم: على كيفك أنت، شلون تعطيه 20 حين تعطينا على 10 وهذا تعطيه 20؟ هل لهما الحق أن يحتج عليه؟ ها؟ ولا واحد فيهم له فضل عليه، هو تفضل أعطى هذا 10 وأعطى هذا 10 وأعطى هذا 10، وليست زكاة صدقة، تفضل منه. هل لأحد أن يلومه؟ هل لأحد الفقراء أن يحتج عليه، يشتكي عليه مثلا؟ أبدا، لأن هذا فضل يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال: إن مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثلي رجل استأجر أجراء عمالا فعملوا من الصباح إلى الظهر، فأعطاهم أعطى كل واحد منهم قراطا، يعني مبلغا مقدرا من المال، ثم انصرفوا. فجاءت جماعة أجراء آخرون فاستأجرهم من الظهر إلى العصر وأعطاهم كل واحد منهم قراطا، ثم انصرفوا. ثم استأجر أجراء
فعملوا من العصر إلى المغرب فأعطى كل واحد منهم قراطين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا مثلكم ومثل اليهود والنصارى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن اليهود عملوا من الصباح إلى الظهر مدة طويلة عمل اليهود أعمار لعلها أطول فأعطاهم قراطا النصارى عملوا من الظهر إلى العصر قراط أنتم فضلكم الله أيها الأمة المسلمة فأعطى كل واحد قراطين مع أن وقت العمل أقل وكذلك الجو أطيب قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه فالقصد أن الفضل لا ليس لأحد أن يحتج لماذا أعطيت فلان أكثر مني طالما أنه فضل وليس شيئا واجبا والله سبحانه وتعالى يقول هنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يحتج كما أننا ليس لنا الحق أن نحتج على الله تبارك وتعالى نقول مثلا لماذا لم نكن أنبياء لماذا اختار محمدا وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لماذا اختارهم للنبوة ولم يختارنا نحن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى فكذلك ليس للنساء الحق أن يعترضن يقول لماذا لم نكن كالرجال وكذلك ليس للحيوانات حق مثلا أن تقول لماذا لم نكن كالإنس رجالا كانوا أو نساء كذلك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى ولذا قال الله تبارك وتعالى بما فضل الله به بعضهم على بعض أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم أي أيضا سبب التفضيل والتقديم خلقة وبذل أما الخلقة فالرجال أقوى من النساء بدنا وأكثر صبرا وأشجع قلبا وأكمل عقلا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل العاقل من هؤلاء منهن أي النساء وقال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية ومريم بنت عمران فقط ومن الرجال فكمل منهم كثير وقال الله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فمنع أن تكون المرأة يعني كما يقال نبيا ما في نبي امرأة أبدا الأنبياء كلهم رجال ومنع أن تكون المرأة هي الإمام الأعظم كما يقال حاكم المسلمين لا يجوز ومنع أن تكون امرأة قاضية إذا كانت المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل ولا تقبل شهادتها في أكثر الأحكام لا تقبل إلا في المعاملات في الحدود والقصاص لا تقبل شهادة المرأة في الحدود فإذا كان شهادتها لا تقبل هل يمكن أن تكون قاضية؟ لا يمكن كذلك لماذا؟ لأن العاطفة عندها أقوى من عقلها وهذا ليس عيبا ولكن هكذا خلقها الله تبارك وتعالى فهي لها يعني سبيل وللرجل سبيل الله أعطاها من الجلد والقوة وطول البال على الأولاد ما ليس للرجل لو كلف أحدنا وقيل له اجلس مع الطفل هذا الرضيع طيب يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا أو كذا وضاق به ما يتحمل أبدا هي تتحمل وتضحك ما عندها أي مشكلة المرأة حتى أنت لو رأيت نفسك أطفالك الصغار تجي تلعب تلعب يمكن تخرب عليها بعد تقول لك بينام خلى أصبر عليه لا أنا الحين بلعبه لعبه خلى قطة وراح حط راسه
هي اللي تجابل وتتعب. لا، خلقت هكذا، فيها صبر وجلد في هذه القضية، لكن ما فيها صبر وجلد في أمور أخرى. فالقصد أن التفضيل أولا للقوة البدنية والقوة العقلية للرجل، ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم، يعني أيضا الرجل ينفق، هو الذي يدفع المهر، هو الذي يوفر السكن، هو الذي يوفر الملبس، هو الذي يوفر المأكل، وإذا طلق يدفع المتعة ويدفع النفقة، إذن ملزم بأشياء. والله سبحانه يقول وللرجال عليهن درجة، هكذا خلق الله سبحانه، فليرضى كل واحد منا بما أعطاه الله جل في علاه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، فذكر الثناء على النساء، قال الصالحات من النساء هن القانتات. القانتات أي الطائعات، والقنوت هو امتثال الأمر والطاعة، والقانتات هو تحتمل قانتات لله وتحتمل قانتات لأزواجهن أي مطيعات، فإما أن يقال مطيعات لله وإما أن يقال مطيعات لأزواجهن، وبعض أهلهم قال الاثنين مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه خير النساء، حافظات للغيب أي تحفظ مال زوجها وتحفظ نفسها في غيابه، لأن الرجل قد يغيب عن البيت، ليس المرأة الأصل فيها وقرن في بيوتكن، أما الرجل الأصل فيه الخروج، العمل، الدعوة، الجهاد، طلب الرزق. شوفون الآن، يمكن الآن بيننا أناس الآن يعيشون في هذه البلاد وأزواجهم في بلاد أخرى، طلبا للرزق مثلا يذهب يسافر لطلب الرزق، وقد تذهب خارج الدراسة مثلا وتترك زوجتك وكذا، أو تخرج الجهاد أو غير ذلك من الأمور. الرجل يخرج ويترك بيته، فالمرأة تحفظه في غيبته، تحفظه في عرضها، وتحفظه في ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، قال بما حفظ الله، بما حفظ الله أي بما أمرها الله أن تحفظ، أو بما حفظ الله قراءة ثانية أي بحفظ الله، بحفظها لأوامر الله تبارك وتعالى، أي بما أمرها الله تبارك وتعالى أن تحفظ، أو بما حفظ الله أي بما حفظ الرجل الله جل وعلا في زوجته، فكذلك يحفظها الله جل في علاه. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو العلو، نشز على صعد، نشز رفع، ارتفع إلى مكان، والنشوز هو علو المرأة على زوجها، إما بعدم الطاعة، تشوف نفسها يعني، إما بعدم الطاعة، وإما بالبغض له، وإما بإيذائه، هذا كله نشوز من المرأة. والنشوز قد يكون من المرأة كما في هذه الآية واللاتي تخافون نشوزهن، وإما أن يكون نشوز من الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإما أن يكون نشوز منهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكما من أهلي. إذا النشوز وهو العلو ونقول العناد، عدم الطاعة، الإيذاء، إما أن يكون من الزوجة، وإما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون منهما جميعا. هنا ذكر النشوز الذي هو من المرأة، قال واللاتي وإن خفتم واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون نشوزهن، ما قال نشزت، قال تخاف أنها يعني بادي فيها، ها بدأ فيها، وهذا من باب علاج الأمر قبل أن يستفحل، يعني بداية العلاج مجرد أن تظهر أمارات هذا المرض يعالج مباشرة. قال واللاتي تخافون نشوزهن، قال فعظوهن، والموعظة هي الكلام الذي فيه الترغيب والترهيب، للموعظة فعظوهن واهجروهن في المضاجع
الهجر في المضاجع له كلمات كثيرة لأهل العلم، ولكن الأقرب العلم عند الله أن يهجرها في الفراش. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهجر إلا في البيت، لا يهجر إلا في البيت، يعني ما يهجرها ينام في بيت أبيه أو عند أصدقائه أو في فندق، لا لا، يهجرها في البيت في المضجع، ما ينام معها. وهذا نوع من العقوبة من الرجل للمرأة كتحسيس لها بأنه منزعج. فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرحلة الثانية، واضربوهن. ومن الهجر في المضاجع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته، هذا نوع من الهجر في المضاجع. قال: واضربوهن. والضرب هنا المقصود به الضرب غير مبرح، ضرب غير مؤلم، ويتجنب الوجه. يقال أهل العلم: يتجنب الوجه ويتجنب أن يكسر لها عظما أو يخرج منها دما. وإنما المقصود من الضرب هنا ضرب فيه إشعار لها بأنه منزعج، بأنه غير راضي، لا الضرب الموجع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا المرأة على لما سئل عن حق المرأة على زوجها قال: أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وأن لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. فالضرب هنا ضرب تأديب، ليس المقصود منه الإيلام، وإنما القصد منه هو أن يظهر لها أنه منزعج، أنه غير راضي عما رآه أو سمعه منها. هذا هو الضرب المقصود هنا. وهنا نجد أن الله جل وعلا جعل مراحل. المرحلة الأولى الموعظة، المرحلة الثانية الهجر في المضجع، المرحلة الثالثة الضرب، المرحلة الرابعة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، المرحلة الخامسة: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وهو الطلاق. يعني إذا قبل الطلاق في أربعة حلول يجب على الإنسان أن يبدأ بها قبل أن ينتقل إلى موضوع الطلاق. أول شيء الموعظة، ثم الهجر في البيت، ثم الضرب غير المبرح، ثم حكم من أهله وحكم من أهلها لحل هذه المشكلة، ثم إذا غلقت هذه جميعا آخر الدواء الكي، وهو الطلاق. تعامل الناس اليوم يبدأون بالخامسة، صحيح؟ أي خطأ من المرأة أو شيء قال لها طالق، اصبر يا أخي، وين الموعظة؟ وين الهجر في المضجع؟ وين الضرب؟ وين حكم من أهلي وحكم من أهلي؟ مباشرة انتقلت إلى الخامسة، قفزت من يعني إلى الخامسة، تركت الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وهذا من الجهل وقلة العلم وسوء الأدب في الناس، أنهم ينتقلون مباشرة إلى الخامسة، وقد جعل الله تبارك وتعالى قبلها أربعة مراحل، أربع مراحل: مرحلة العظة، مرحلة الهجر، مرحلة الضرب، مرحلة الحكمين، ثم تأتي مرحلة الطلاق. نعم. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. يعني انتهت المشكلة، يعني أنهيت المشكلة بالموعظة، ذكرتها بالله: اتق الله، كذا 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 لا يجوز، جزاك الله خير، استقامت المرأة، انتهى الأمر، أطعنكم بالموعظة، نفعت الموعظة معها. ما نفعت الموعظة قد ينفع معها الهجر، تهجرها يوما يومين ثلاثة أربعة أقل أكثر، طيب ثم بعد ذلك تستقيم أمورها، تقول لك فلان بس يكفي، ماذا تريد؟ قال: أريد أن تصححي كذا وكذا وكذا. قال: صحح، خلاص أطعنكم، انتهى الأمر، ما يحتاج إلى الهجر، خلاص ما انتهى، ننتقل إلى المرحلة الثالثة. ما نفعت الثانية ننتقل إلى الثالثة: واضربوهن. فيضربها ضربا غير مبرح، نفع هذا الضرب واستقامت أمورها، انتهى الأمر، ما يحتاج تنتقل إلى حكم من أهل. لا تخرج مشاكل البيت إلى الخارج، مشاكل البيت داخل البيت،
تنتهي في غرفة النوم كما يقال، انتهى الأمر. لم تستجب بالضرب، انتقل إلى الحكمين، حكم من أهلها، حكم من أهلي، يسمع بعض شو هل الأفضل أن تستمر هكذا الحياة أو يفرق بينهما. ثم لم تها يطلق الرجل وينتهي هذا العقد، ولعل الطلاق يكون راحة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ولذلك الطلاق علاج لحياة لا تستقيم بين رجل وامرأة. يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعض الرجال يتجاوز هذه القضية، يبيها عبده عنده. هو صحيح المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات عندكم، لا يبي عاملها معاملة العبدة، لما ضربها استقامت أمورها، كل يوم يضربها، كل يوم يأديها، هجرها واستقامت أمورها، لا يستمر بالهجر، وهذا من الظلم، هذا من الظلم من بعض الرجال للنساء، وهو أن يتعدى الحد الذي حده الله له في تأديبها، فيكثر من الضرب، يكثر من الهجر، يكثر من الإيذاء لزوجته، يمنعها النفقة أو غير ذلك. لأن كل هذا يقول كيف، ما هو كيفك، لا أبدا، هذه ما هي عبدة عندك ولا هي خادمة، هذه زوجتك، هذه شريكة حياة معك. فعلى الرجال إذن أن يتقوا الله في نسائهم، وعلى النساء أيضا أن يتقين الله في أزواجهن، فالكل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تظلموا، البغي هو الظلم، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن شفت نفسك أعلى منها، إن شفت نفسك أفضل، إن شفت نفسك أقوى، إن شفت نفسك، ترى الله أقوى وأعلى وأكبر، وهو الذي ينتقم لها منك. هذا تهديد ووعيد، هذه الآية فيها تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لأولئك الرجال الذين لا يتقون الله في نسائهم. يقول الله تبارك إن الله كان عليا كبيرا، علي من علو القدرة وعلو القهر، كبير، أكبر منك، ينتقم منك، ينصر هذه المظلومة التي بين يديك. إن الله كان عليا كبيرا. يذكرون عن شريح القاضي، ذكر عنه الشعبي، يقول تزوج شريح امرأة من بني تميم يقال لها زينب، بعد أن تزوجها كأنه ندم، يعني استعجل في زواجه وكذا، ثم فكر أن يطلقها بعد ما شاف منها شيء، فكر أن يفارق. يقول فلما دخلت عليها قالت لي يا شريح انظر ما الذي تحبه أن أفعله أفعله، وما الذي تكرهه وتكره أن تراه مني أتركه، وما الذي يعجبك وما الذي لا يعجبك. يقول فأعجبني كلامها، يعني مرة سنعة كما يقال. ثم بعد أيام دخلت عليه فوجدت ناسا عندها، فلما دخلت فإذا امرأة عندها قالت هذه أمي، هذه أمي، قم فسلم عليها. يقول فسلمت عليها فإذا أمها أعقل منها، يقول فقالت لي يا بني إن رأيت شيئا رابك من زينب فأوجع رأسها، هذه الأم ها؟ أي نعم، تقول فأوجع رأسها. بعض النساء الآن تقول دق عليها بنتها يما زفني، زفت لا تقعدين عنده، تعال البيت، أو الأب أو كذا، هذه تقول له إن رابك شيء منها أوجع رأسها. ترى حتى الرجال الحين بعدهم مو مضبوطين كثير منهم الآن، يعني في السابق أنتم ما لحقتوا بعض الشباب الصغار، وهذا في المدارس الأب يقول لناظر المدرسة أو مدير المدرسة يقول له إيش لك اللحم لنا العظم. لو يجي الولد عند أبوه يشتكي يقول طقني المدرس، قال زين سوفيك، أكيد أنت مسوي شيء غلط، أكيد مسوي شيء غلط، لو مسوي شيء غلط ما طقك المدرس، ما ضربك إلا وأنت مخطئ كذا، يقف مع المدرس ضد الطالب، وكان المدرسين رجال بعد. يعني الآن حدثني أحدهم يقول جاء ولي الأمر الأب يشتكي في المدرسة على مدرس، يقول شنو الشكوى، يقول خز ولدي
يعني نظر له نظرة هكذا يعني نظر المغضب، والولد خاف وجاي الأب يشتكي ليش ينظر إلى بني هذه النظرة، إلى ابني هذه النظرة. الله المستعان. فالفساد من الأب والأم أحيانا يكون في التربية. فالشاهد من هذا يقول: فقالت لي أمها إن رابك شيء من زينب فأوجع رأسها. جدام البنت تقول، فيقول: والله ما رأيت منها إلا خيرا طوال سنوات عمري معها. يقول: وقدر الله أنها ماتت قبلي، وتمنيت لو أعطيتها من عمري وعاشت ومت أنا. إلى هذه الدرجة اللي كان يفكر أول أن يطلقها. ثم قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. يقول: فشلت يميني يوم، يعني هذه ما تنطق، هذه لا تضرب من لكمال عقلها ونضجها وتبعلها لزوجها. يقول: فشلت يميني يوم أضرب زينبا. فالإنسان أحيانا ما يعرف المرة لما تستمر الأمور، الواحد يصبر في البداية حتى تستقر أموره وأمورها ويعرفها جيدا، ثم بعد ذلك ينظر في إصلاح ما فسد. نعم. قال: وإن خفتم شقاق بينهما. أيضا خفتم شقاق، يعني ما وقع الشقاق بعد، والشقاق هو الطلاق، الفرقة. إن خفتم أنه يقع طلاق، هناك حل، وهو: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والحكم هذا لابد أن يكون عاقلا راشدا ذا بصيرة، أن يكون ذا علم، أن يكون عدلا، هذا هو الحكم. وحكم من أهله وحكم من أهلها، يعني رجل من أهله عاقل ورجل من أهلها عاقل، يجلسان مع بعض ويسمعان منهما وينظران في الأمر، فإن شاء فرقا. يعني هذان العاقلان يقول: أحسن شيء لهذين الطلاق، ما تستقيم أمورهما، لا يمكن أن يستمر مع بعض، أو أن يرى الجمع بينهما وأن المشاكل يمكن أن تحل. المهم أن الحكمين تقريبا قاضيان، الحكمان قاضيان، يعني يقضيان في هذا الأمر، إن شاء فرقا وإن شاء جمعا. فابعثوا حكم من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن يريد الحكمان، إذا أراد الحكمان إصلاحا يعني يمكن الصلح بين هذين، يوفق الله بينهما، يعني يجمعان بينهما. وإن يريد التفريق بينهما أيضا فرق بينهما. وقيل إن يريد إصلاحا أي الزوجين، يعني إن يريد الزوجان الإصلاح يوفق الله بينهما، وتحتمل هذه وهذه، وإن كان الأصل أنها في الحكمين لأنها أقرب مذكور. في عهد عثمان بن عفان وعقيل بن أبي طالب، عقيل أخو علي رضي الله عنهما، عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه عنده زوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فاطمة بنت عتبة بن ربيعة زوجة عقيل بن أبي طالب. وفاطمة هذه في يوم من الأيام سألت زوجها عقيلا، قالت: ترى أين عتبة الآن وشيبة؟ عتبة أبوها وشيبة عمها، وقتل في معركة بدر كافرين. طيب، فتذكرت والدها وعمها، فقالت لزوجها عقيل بن أبي طالب: ترى أين عتبة وشيبة الآن؟ قال: أبد، لا دخلت النار على يسارك. كان قاسي. طيب، قال: إذا دخلت النار على يسارك، على يسارك تجدين أباك وعمك. فتضايقت وذهبت إلى عثمان تشتكي، عثمان الخليفة في ذلك الوقت، فاشتكت إلى عثمان ما قال لها عقيل بن أبي طالب. فعثمان أرسل إلى عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان. عبد الله بن عباس ابن عم عقيل بن أبي طالب، ومعاوية ابن عم فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وإن كان كلهم أبناء عم في النهاية، كلهم أبناء عبد مناف، يعني هو عقيل ابن عم فاطمة بنت عمه هي. طيب، فقال: إن شئتما أن تفرقا فرقا،
وإن شئتما أن تجمع فاجمع. وفي رواية أنها لما قالت لعثمان ما قاله له عقيل لها عقيل ضحك عثمان، ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس ومعاوية وقال لهما إن شئتما أن تجمع فاجمع وإن شئتما أن تفرقا ففرقا، أنتما الحكمان. هذا حكم من أهلها عاقل وحكم من أهله عاقل، فجمع عبد الله بن عباس ومعاوية. فجلس عبد الله بن عباس ومعاوية ينظران في الأمر، فقال ابن عباس أرى أن نفرق بينهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نفرق بينهما. قال معاوية لا والله لا أفرق بين شيخين من بني عبد مناف. يقول هذه من بني عبد مناف المرأة، وعقيل أيضا من بني عبد مناف، شيخان من بني عبد مناف، أفرق بينهما على ماذا؟ نجمع بينهما. فمعاوية كان رأيه الجمع، وعبد الله بن عباس كان رأيه التفريق. يقول فلما أتيناهما يعني للبيت لمناقشة الأمر، يقول فإذا هما دخل الحجرة وأغلق على أنفسهم، تصالحوا روحهم تصالحا وأنهيا الأمر. ولذلك أحيانا الزوجان ينهيان هذا الأمر، إذا تنازل هو أو تنازلت هي انتهى الأمر، لعله رضاها بكلمة طيب وانتهى هذا الأمر كله الذي كان قد تسبب إيش فراقا أو طلاقا بين الزوجين. قال وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله. طيب إذا ما كان عندها حكم أو ما عنده حكم من أهله، يعني مثلا هو غريب في هذه البلاد، إما أن يكون أسلم حديثا أهله كلهم كفار أو هي كذلك مثلا، أو يكون مثلا أهله خارج هذه البلد أو أهلها خارج هذه البلد، منين نجيب حكم من أهلي وحكما من أهله؟ ما في. الحاكم هنا أو القاضي يختار رجلين عاقلين من المسلمين، فيجعل أحدهم يتكلم بلسانه والآخر يتكلم بلسانها، ويجتمعان وينظران في الأمر هل يجمعان أو يفرقان. فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لم يذكر إن يريد فراقا يتطلقان، وإن ذكر الإصلاح أنه هو المرجو، هو المرجو، هو العادة يحدث ماذا. وذلك عندنا هنا اللي هو اللجنة اسمها اللي بوزارة الأوقاف، إصلاح بين الزوجين، إصلاح ذات البين، لجنة إصلاح ذات البين هنا هم أيضا تدخل في هذا الموضوع، حكم من أهله حكم من أهله، لكن هذا حكم من الحاكم من القاضي، هو جعل هؤلاء الحكام ينظرون في هذا الأمر، اختار أناسا عقلاء فيهم دين فيهم علم فيهم بصيرة يناقشون هذه الأمور. يحدثني بعضهم من أهل هذه اللجنة يقول كل 50 حالة طلاق 40 حالة يرجعون متصافين. فأحيانا يكون الزوجان يعني يحتاجان إلى إيش أحد عاقل فقط يسمع منهما يهونها على هذه، عطاء الأمر أكبر من حجمه والأمر لا يستحق كل هذا. فالمهم أن الحكمين دورهما عظيم جدا، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. العليم والخبير، يقول أهل الفرق بين العليم والخبير، العليم هو الذي يعلم ظواهر الأمور، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور. فالله تبارك وتعالى جمع الأمرين جميعا، فهو عليم بظواهر الأمور، خبير ببواطن الأمور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.